طيب تدريب الاهلي، وده التدريب الختامي لفريق النادي الاهلي استعدادا لمباراه انبي غدا. كل التفاصيل وكل الاخبار بالتاكيد هنعرفها من خلال زميلنا فاروق صلاح موفد قناه الاهلي اللي موجود حاليا في ملعب مختار التتش بالجزيره عشان نطمئن منه ونعرف كل الاخبار الخاصه بالفريق. مساء الخير يا فاروق. برحب بك يا محمد، وكل التحيه ليك وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. طيب قفلنا صفحه بيراميدز بنتائجها بكل الاخبار المتعلقه بيها، والوقت ضيق وعندنا مباراه انبي غدا، وهي مباراه ممكن تكون اصعب حتى من لقاء بيراميدز. ابرز الاخبار والمعلومات اللي عندك، ومحتاجين نطمن بقى على عدد من اللعيبه طاهر ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي. دكتور احمد ابو عبله بالتاكيد رجع من رحله السفر اللي كان موجود فيها مع مصطفى شوبير واكرم توفيق. عندك اخبار عديده بالتاكيد محتاجين نعرفها منك ونطمئن من خلالك على كل الجديد داخل الاهلي. يعني خليني في البدايه اكد على كلامك يا محمد، بالفعل هي مباراه صعبه جدا، مباراه من واحده من المباريات الصعبه. اعتقد يا محمد مفيش مباراه في الدوري سهله، مباراه الجوله ال 12 للدوري رابطه الانديه المصريه المحترفه، اللقاء اللي هيجمع ما بين الاهلي وانبي. زي ما بناكد على صعوبه اللقاء، خلاص بناكد على ان الفريق اغلق صفحه مباراه بيراميدز الاخيره. مستر مارسيل كولر المدير الفني اجتمع مع اللاعبين، اشاد بيهم وبمجهودهم في مباراه بيراميدز، وطلب من اللعيبه الاستمرار على نفس الاداء. طبعا شكر جمهور النادي الاهلي وقال ان احنا دايما هدفنا ان احنا نفرح جمهور النادي الاهلي، وهدفنا دايما ان احنا نحقق البطولات عشان نسعد جماهير النادي الاهلي. طبعا الفريق النهارده بيختتم تدريباته استعدادا لمواجهه انبي اللي بنأكد على صعوبتها. زي ما انت قلت محمد ان هي مباراه مهمه جدا في مشوار النادي الاهلي. الفريق يعني منذ دقائق انطلق تدريب الاهلي الختامي. مستر مارسيل كولر في كلامه مع اللاعبين طبعا الجوانب الخططيه والجوانب الفنيه اللي بيركز عليها، طبعا تابع مباريات فريق انبي في الفتره الاخيره، وياسين المكاري طبعا اتفرج على محلل اداء النادي الاهلي، اتفرج على بعض مباريات فريق انبي، نقاط القوه والضعف من اجل التركيز على بعض الجمل الخططيه والفنيه اللي بيطالب مستر مارسيل كولر اللاعبين من تنفيذها في هذا اللقاء. طبعا يا محمد انت تطرقت لي كثير من الامور، خليني ابدا بعوده الدكتور احمد ابو عبله طبعا بعد اجراء جراحه سواء لمصطفى شوبير او اكرم توفيق اللي نتمنى لهم السلامه، اثنين من العناصر المهمه جدا لفريق النادي الاهلي. النهارده موجود في تدريب النادي الاهلي دكتور احمد ابو عبله، اطمنا منه على نجاح عمليه اكرم توفيق وايضا مصطفى شوبير. بالمناسبه مصطفى شوبير النهارده كان موجود في التدريبات، يعني اللعيبه كلها يعني تمنت السلامه لمصطفى شوبير. علي معلول وقف يتكلم مع مصطفى شوبير، اللعيبه كلها كلمت مع مصطفى، ان شاء الله يرجع بالف سلامه سواء مصطفى شوبير او اكرم توفيق. ايضا يا محمد انت تطرقت ايضا لبعض اللاعبين، خليني اكد لك ان شاء الله طاهر محمد طاهر هينضم للتدريبات الجماعيه عقب مباراه انبي بمشيئه الله، يبدا ياخد اجزاء من التدريبات الجماعيه ان شاء الله. يعني خلاص طاهر خلاص المرحله الاخيره من البرنامج التالي انتهت ان شاء الله، عقب مباراه انبي ان شاء الله يبدا يدخل في التدريبات الجماعيه للنادي الاهلي. الامر الثاني يا محمد اتكلمت على حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم، يعني خليني اكد لك يعني زي ما اكد لنا دكتور احمد ابو عبله الاثنين بيعانوا من اجهاد عضلي، وبالتالي حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم هيكونوا خارج حسابات النادي الاهلي غدا في مباراه انبي بمشيئه الله. طبعا اكد لنا الدكتور احمد ابو عبله هذا الامر بالنسبه لمحمد عبد المنعم او بالنسبه لحمدي فتحي. اكد لك برضو على وجود بعض اللاعبين، عمار حمدي موجود النهارده في تدريبات النادي الاهلي، بعض اللعيبه اللي موجوده طبعا من قطاع الناشئين، الحارس عمر كامل حارس مواليد 2006 اللي بينضم في تدريبات النادي الاهلي اللي طبعا لظروف اصابه مصطفى شوبير، وايضا حمزه علاء ايضا موجود، يعني محمد مغربي، مجموعه من اللاعبين ان شاء الله اللي يكون تدعيمات لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه. انا موجود معاك يا محمد لو في اي استفسار او اي تساؤل. هو سؤال ممكن يكون بدري شويه بس ممكن نطلع بانفراد من خلالك، وانت متعود دايما معانا لازم ادينا خبر انفراد. الحارس الثالث اللي ممكن يكون مع الاهلي في كاس العالم للانديه، هل تم الاستقرار عليه بخلاف مصطفى شوبير ولا لسه الامور مش واضحه؟ الحارس الثالث محمد، يعني خليني اقول لك يعني الامر لسه بدري شويه، بس هتقدر تقول ان اقرب اللاعبين للحارس الثالث هيكون مصطفى مخلوف، يعني خلاص مصطفى شوبير خارج كاس العالم. انت بتتكلم على الكابتن محمد الشناوي، علي لطفي العنصر الابرز والاهم اللي هيكون ممكن في هذه الفتره مع المنتخب او النادي الاهلي مصطفى مخلوف، ولكن هيبقى الامر بالتنسيق لان مصطفى مخلوف طبعا يا محمد انت عارف ان هو هيبقى موجود طبعا لمنتخب مصر للشباب اللي بيستعد لتصفيات افريقيا للشباب. الامر
ده هيتم التنسيق من خلال طبعا اداره النادي الاهلي او مسؤولين النادي الاهلي مع مسؤول الاتحاد المصري. انت عارف ان البطوله هتنطلق في شهر فبراير القادم ببطوله تصفيات امم افريقيا لمنتخبات المنتخب الشباب، ومصطفى مخلوف هو عنصر من العناصر الاساسيه، لم يكن الحارس الاساسي لمنتخب الشباب، لكن خلينا اطمنك ان هذا الامر بالنسبه لقطاع الناشئين في النادي الاهلي عندنا اكثر من حارس مميز في هذا الامر، يعني سواء مصطفى مخلوف لو انضم لمنتخب الشباب عندنا ادهم سيحه، عندنا طارق حسن، عندنا حازم جمال، عندنا عمر كامل، مجموعه من الحراس اللي ممكن تكون موجوده ان شاء الله في هذا الامر، الا لو تم التنسيق ما بين النادي الاهلي ومصطفى مخلوف يكون موجود مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. زميلي العزيز فاروق صلاح موفد قناه الاهلي بشكرك شكرا جزيلا، اتكلمنا عن مباراه انبي والتحذيرات والقائمه والمصابين، وكمان كان مهم نلقي الضوء على موضوع الحارس الثالث قبل فتره كده عشان كاس العالم للانديه، ودايما فاروق حاضر وعنده كل الجديد وكل المعلومات.